بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النحاس والنار. وجد العلماء أن مادة النحاس تتشكل على المركبات الفضائية أثناء عودتها بسبب الحرارة الهائلة المتولدة على سطحها، وهذا ما أخبر به القرآن عندما خاطب الإنس والجن متحديا أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكم شوظا من نار ونحاس فلا تنتصرون. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن من آية 33 إلى 36. هناك فكرة أخرى، وهي أن الطلقات النارية غالبا ما تتألف من نار ونحاس، وبالتالي تكون أكثر فاعلية. كذلك يتم صنع المراكب الفضائية من طبقات نحاسية للوقاية من الحرارة الهائلة. فالنحاس عنصر مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة، بنفس الوقت شديد التأثير. والله أعلم.